سريعا نمر على الاجتماع المهم ايضا لعقده وزير الخارجيه مع 28 وزير من دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي. اولا عنوان الاجتماع كان سياسه اكتر ولا اقتصاد؟ هو طبعا علاقة استراتيجية وعلاقة شراكة بمفهومها الشامل، بتشمل الجوانب السياسية، بتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبتشمل الجوانب المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي وخلافه. الدعوة وجهت من جانب الاتحاد الأوروبي لمصر على خلفية أنه تم التوصل مؤخرا على ما يسمى بوثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهناك حرص وبالتالي مع الإعلان عن هذه الوثيقة، وهي وثيقة هامة تفاوض عليها المفاوض المصري منذ عام 2016، بحيث يضمن أن تعكس هذه الوثيقة أولويات التنمية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري والأولويات الموجودة بالفعل في وثيقة 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة. فبعد أن كللت هذه المفاوضات بالنجاح وتوصلنا بالفعل إلى تلك الآلية أو هذه الوثيقة، كان هناك رغبة لدى الاتحاد الأوروبي للجلوس في جلسة خاصة مع وزير خارجية مصر للتشاور حول الموضوعات المختلفة. طبعا هذا لقاء مهم، لأنه زي ما حضرتك أشرت في المقدمة، لقاء بيجمع 28 وزير خارجية دولة أوروبية مع وزير خارجية مصر على غذاء عمل. هذا الغذاء كان مقررا أن يستغرق ساعة إلى ساعة ونص، استغرق قرابة 3 ساعات. تم التطرق إلى كافة الموضوعات المرتبطة سواء بالعلاقة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، أو يتعلق بالوضع الإقليمي، لأنه كانوا مهتمين الحقيقة بالاستماع إلى رؤية مصر وتقييمها للأوضاع الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا، القضية الفلسطينية، بما لدى مصر من اتصالات مع الأطراف وجهد بتقوم به من خلال هذه الاتصالات لاستئناف عملية السلام وخلافه. طيب. يعني ما فيش شك أنه الحوار الحقيقة كان إيجابي إلى حد كبير، وأنا عايز أشير هنا إلى جهد كبير جداً قامت به عدد من الدول الأوروبية التي استثمرت مصر علاقتها معها خلال الفترة الأخيرة، خلال السنوات الأخيرة. ونستطيع طبعا أن نعلم من هذه الدول، وهي صحيح. دول مثل اليونان وقبرص وغيرها من الدول، مثل دول الفيشغراد على سبيل المثال. تلك الدول قامت بجهد كبير مع دول الاتحاد الأوروبي لشرح أهمية مصر قبل الاجتماع، صحيح. لشرح أهمية مصر وثقل مصر وأهمية استقرار مصر وأهمية نجاح التجربة الاقتصادية والاجتماعية في مصر وأهمية تفهم التحديات التي تواجهها مصر، خاصة التحدي الخاص بالإرهاب. طيب. والتحدي المرتبط بعملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مفهوم يا أحمد، برنامج الإصلاح الاجتماعي. فهنا ده نجاح الحقيقة لأن مصر تستطيع أنها تجد ظهير لها داخل الاتحاد الأوروبي.